السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم تشاهدون دروس تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين على قناة تالين إيو، معي أنا نقاش فاتح. درس اليوم هو الدرس السادس، راح نتكلم فيه على بعض المهن وأسماء الملابس باستعمال بعض الأفعال. dentist 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 coat coat the dentist wears a white coat طبيب الأسنان يرتدي معطف طويل أبيض. الفعل هنا هو wear، ولكن نلاحظ وجود حرف الأس. The dentist wears، نضيف حرف الأس حين يكون الاسم أو الفاعل مفرد مفرد، أو يكون يعني the third person، الشخص الثالث، he أو she أو it، وسنعرف هذا الأمور في درس القواعد إن شاء الله. The dentist wears a white coat. Engineer engineer مهندس. Shirt shirt قميص. My cousin is an engineer. He likes to wear shirts. ابن عمي أو ابن خالي مهندس، هو يحب ارتداء القمصان. نلاحظ هنا أن wear بدون s، لأن الفعل هنا هو الفعل الثاني، أما الفعل الأول فهو like، لذا نلاحظ أن الأس في الفعل like. He likes. He likes to wear shirt. My cousin is an engineer. An engineer. يعني نلاحظ هنا وجود an، وفي بعض الكلمات نلاحظ وجود a، وسنعرف هذه الأمور كذلك في درس القواعد إن شاء الله. suit suit بدلة. tie tie ربطة عنق. bow tie bow tie ربطة عنق، واللي تكون على شكل فراشة. vest vest skirt skirt اللي هي تنورة. waiter waiter تعني نادل. waitress waitress اللي تعني نادلة. the waiter wears a suit and a tie. the waiter wears a suit and a tie. النادل يرتدي بدلة وربطة عنق. The waitress wears a skirt. The waitress wears a skirt. النادلة ترتدي تنورة. So so tailor tailor. My grandpa is not a tailor, but he can sew. جدي ليس خياط، لكنه يمكنه الخياطة. My grandpa هي نفسها my grandfather. jacket jacket a pair of pants a pair of pants a pair of يعني زوج من زوج من. a pair of a pair of pants سروال. fireman fireman رجل إطفاء. uniform uniform الزي الرسمي أو الزي الموحد. the fireman wears a jacket and a pair of pants. it is the uniform. the fireman wears a jacket and a pair of pants. it is the uniform. sweatshirt sweatshirt قميص ثقيل. sweater
sweater قميص صوفي coach coach مدرب my father-in-law is a coach he wears a blue sweatshirt my father-in-law is a coach he wears a blue sweatshirt زوج والدتي هو مدرب يحب أن يرتدي القميص الثقيل الأزرق lawyer محامي some lawyers wear suits and some lawyers wear uniform بعض المحامين يرتدون بدلات وبعض المحامين يرتدون الزي الموحد نلاحظ هنا wear بدون s لأن قلنا lawyers جمع some lawyers wear في حالة الجمع لا نضيف الحرف s للفعل boats أحذية طويلة قلنا boats جمع لو أردنا أن تكون مفرد فنقول a pair of boats لكن هنا جمع فنقول boat army جيش soldier جندي army soldiers wear boats جنود الجيش يرتدون أحذية طويلة كان هذا كل شيء لدرس اليوم نتمنى يكون فيه فائدة إن شاء الله إلى الملتقى في دروس أخرى إن شاء الله لا تنسوا الإعجاب بالقناة والاشتراك فيها لنصل إلى أكبر عدد ممكن من المشتركين والمشاهدين حتى تعم الفائدة بإذن الله للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته